دعما للعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في المجالات كافة، وصلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى القاهرة على رأس وفد من المستثمرين الألمان. كان في استقبال ميركل لدى وصولها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لها بمطار القاهرة، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وألمانيا. ثم استعرضت المستشارة الألمانية حرس الشرف الذي اصطفى لتحيتها. وفي قصر الاتحادية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال ضيفته، حيث صافح الرئيس وميركل وفدي البلدين. المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية بدأت بأوجه التعاون السياسية والاقتصادية بين البلدين، ثم تطرقت إلى سبل مواجهة الإرهاب وأزمة اللاجئين، واتسعت دائرة المباحثات لتشمل وفدي البلدين والمستثمرين، حيث بحث الوفدان تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الألمانية إلى مصر، إضافة إلى فتح أسواق أوروبية للمنتجات المصرية. جانب آخر من الزيارة اختص بمشروعات الطاقة الألمانية في مصر، حيث شهد السيد الرئيس والمستشارة الألمانية افتتاح المرحلة الأولى لمحطات الكهرباء التي قامت بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية بكل من بني سويف والبرولوس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة. المحطة تبعد 160 كيلو عن مدينة القاهرة، طريق الصعيد، القاهرة، أسيوط، الصحراوي الشرقي، قرية غياضة الشرقية، مركز بيبا، محافظة بني سويف. استأذن في إزاحة الستار يا فندم. اتفضل. بلغ إجمالي ساعات العمل بالمشروعات الثلاث حتى الآن 66 مليون ساعة عمل، وبلغ إجمالي عدد العاملين بهذه المشروعات ما يزيد عن 20,000 عامل، وشارك في عملية التنفيذ حتى الآن 256 شركة محلية وعالمية. وتعظيما لمبدأ الثقة من قطاع الكهرباء في جهود الشركات الألمانية وقدراتها التي ظهرت بنجاح منقطع النظير، فقد تم أيضا التعاقد على تنفيذ 6 محطات محولات جهد فائق لتفريغ القدرات المولدة من مشروعات إنتاج الكهرباء الثلاث على الشبكة القومية، وذلك باستثمارات بلغت 238 مليون يورو. كانت ميركل قد زارت القاهرة مرتين عام 2003 وعام 2007، وتعد زيارتها هذه رسالة للعالم بدعم ألمانيا لمصر في الخطوات التي تقوم بها في مجال الإصلاح الاقتصادي ومساندتها في حربها على الإرهاب، إضافة إلى تعزيز السياحة الأوروبية إلى مصر. محمد شلامي، التلفزيون المصري.